انا لسه مستلم نسخة البوكو اكس 3 ان اف سي اللي نزلت المحلات في مصر، وحاليا احنا حاطين البوكو تحت الاختبار والملاحظة علشان نجاوب على الاسئلة المطروحة منكم من ناحية السخونية، تهنيج السوفت وير، البصمة، اداء ال 120 هرتز والشبكة وهزة الظهر مع الصوت. كل الكلام ده بنجربه، وهنعمل ريفيو كامل عن تجربتنا الكاملة خلال ايام بسيطة ان شاء الله. بس في حاجة شدتني جدا اول ما مسكت البوكو اكس 3 وهي الكاميرات. شاومي نفسها عندها موبايل جامد جدا في الكاميرات بنفس سعره، وهو النوت 9 برو اللي كنت مسميه وحش الكاميرات. وريلمي عندها موبايل كاميراته مقبولة برضو لما جربناه وقتها، وهو الريلمي 7. التلات موبايلات دول في الفئة السعرية من 4000 ل 4500 جنيه تقريبا. طيب ايه رأيك نعمل مقارنة كاميرات ما بين التلاتة، وهو بالمرة نشوف البوكو هيقدر يسد قدام اخوك كبير النوت 9 برو والموبايل الهادي في الكاميرات الريلمي 7 ولا لا. من غير ما اطول عليك اعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ المقارنة. بسرعة كده، التلات موبايلات بأربع كاميرات في الظهر. تركيزنا على الكاميرا الأساسية، 64 ميجا بكسل في البوكو بمستشعر سوني المحترم IMX682 فتحة عدسة 1.9، والمستشعر ده هو الموجود في الريلمي 7 برو، موجود في الجالكسي M51، موبايلين الأغلى من البوكو بحبة حلوين. والأساسية في النوت 9 برو 64 ميجا بكسل برضو بس بالمستشعر القديم سامسونج GW1 فتحة عدسة 1.9، والريلمي 7 ب 48 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 ومش عارفين نوع المستشعر بتاعه. السيلفي في البوكو 20 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، وفي النوت 9 برو 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.5، والريلمي 7 ب 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.1. ملناش دعوة بأرقام الكاميرات، خلينا نشوف الصور على طول. والمرة دي أنا هلعب معاكم لعبة بسيطة، مش هتلاقي اسم الموبايل على الصور، هتلاقي رقم الموبايل وهيكون 1 و2 و3. هات ورقة وقلم واكتب بعد كل صورة رقم الموبايل اللي عجبتك صورته، وفي الآخر هقولك الرقم المكتوب بتاع أنهي موبايل. بلاش بقى حد يجري الفيديو والكلام ده، متفقين؟ يلا نبدأ. اول صورة في الضلة، وطبعا طبعا وانت مغمض هتختار الصورة رقم 2، ساتيوريتد شوية مشبعة بالالوان، عينك اكيد اكيد هتحب تشوفها. تاني صورة وبرضو الموبايل رقم 2 عمل ساتيوريشن زايد شوية، هو تقريبا وقت الصورة دي كان وقت المغربية الشمس البرتقاني دي، فالى حد ما الصورة رقم 2 حقيقية شوية ومشبعة شوية بالالوان، ولكن انا يعني لو شخص ما شفتش وقت تصوير الصورة دي هختار بصراحة هنا الصورة رقم 1. ودي صورة كمان برضو في الضلة كده وقت المغربية، وهتلاقي برضو الموبايل رقم 2، هتلاقي عمل ساتوريشن زيادة برضو عن الموبايل رقم 1 والموبايل رقم 3. الصورة اللي بعدها برضو تكرار نفس السيناريو، الموبايل رقم 2 بيعمل ساتوريشن اكتر بكتير من الموبايل رقم 1 ورقم 3. لون السماء عجبني اكتر في الموبايل رقم 1 ورقم 2، قريبين من بعض. رقم 3 لون السماء لا بعيد شوية عنهم. وتعالوا نشوف التفاصيل، التفاصيل تقريبا تقريبا واحد في التلات موبايلات، مفيش واحد اقوى من التاني بحبة حلوين. رقم 3 ممكن يبقى اقلهم حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة قوي لو ركزت. الصورة دي بقى يعني هي بعيدة عنها جامدة جدا، بس هي صعبة صعبة لان لازم الموبايل يكون فيه ال HDR محترم بزيادة علشان يقدر يتعامل مع الشمس اللي ضربة كده في وش العدسة من ورا الشجرة. الموضوع صعب جدا. بص يا سيدي، لون السماء هنا الموبايل رقم 3 بصراحة عجبني جدا جدا لون السماء فيه حكاية، بس باقي الصورة الشجرة لسعت شوية، ده مش اللون الاخضر بتاعها، وباقي الصورة مظلمة شوية. الموبايل بقى اللي ماسك العصايه من النص كده رقم 2، الى حد ما الصوره كلها مش مظلمه قوي، ولون الشجره يعني في سنه خضار شويه عن الباقيين، ولون السماء اقل حاجه بسيطه من صوره الموبايل رقم 3. رقم 1 لا يعني مفيش فيه حاجه شدتني ناحيته. الصورة اللي بعدها في اضاءة داخلية، وبرضو الموبايل رقم 2 عمل
بيخلي الصورة جميلة. الساتوريشن الزايد ده مخلي الصورة فعلا فعلا عينك تحب تشوفها، رغم ان برضو والله لما نيجي نعمل زوم كده ونشوف التفاصيل هنلاقي الموبايل رقم 3 مطلع تفاصيل حلوة برضو، مش موبايل رقم 2 تفاصيله برضو حلوة مقارنة بالموبايل رقم 3. موبايل رقم 1 ده يعني اقل واحد فيهم تقريبا من ناحية التفاصيل. صورة برضو اضاءة داخلية، وهنا انا مش محتاج اعمل زوم، بس انا شايف لون التيشيرت مظبوط اكتر في الموبايل رقم 1. التفاصيل تقريبا واحد في الثلاث موبايلات، يعني مش حاسس ان في هنا موبايل متفوق عن التاني في كمية التفاصيل. ودي صورة كده لشجرة في اضاءة يعني نص نص، وبصراحة عجباني قوي الصورة بتاعت الموبايل رقم 3. ودي صورة بقى خلاص ضلمنا الدنيا خالص، وهنلاقي ان موبايل رقم 2 طلع صورة شارب فيها تفاصيل اكتر من الموبايل رقم 1 رقم 3، والكلام ده هتشوفه لو دققت قوي في وش الحد اللي متصور ده. صورة كمان نايت مود اخيرة في اضاءة ضعيفة جدا جدا، هتلاقي الموبايل رقم 3 مجاش، الموبايل رقم 1 حاول يجي بس مش قوي، وموبايل رقم 2 هو المتفوق بجدار. ندخل بقى على السيلفي. هنا بقى الموبايل رقم 3 حلو جدا في صور السيلفي. السكين تون ممكن تبقى انت بعينك شايفه مش حلو قوي، بس دي الاضاءة وقت ما كنا بنصور الصور دي. الموبايل رقم 1 ماسح التفاصيل خالص، وموبايل رقم 2 نص نص، بس برضو ما عجبنيش قوي. ودي صورة برضو في وقت المغربية، وهنا لا، هنا صورة الموبايل رقم 1 ما عجبتنيش خالص. صورة الموبايل رقم 2 ورقم 3 قريبين من بعض، انا ميال اكتر لصورة رقم 2 علشان بس لون السماء مش اكتر. ودي صورة في اضاءة داخلية، وعايزك تركز معايا شوية. صورة الموبايل رقم 1 برضو مش حلوة خالص. صورة الموبايل رقم 2 مقبولة من ناحية لون القميص ولون البشرة، بس التفاصيل مش كتير. الموبايل بقى رقم 3 هو اكتر موبايل حرفيا جاب تفاصيل في الوش، بس معرفش يظبط بقى الجو العام بتاع الوان الصورة، ولا لون القميص مظبوط ولا السكين تون مظبوط. ودي صورة كمان في اضاءة داخلية اضعف شوية، هنلاقي صورة رقم 1 رقم 2 مش حلوين خالص، صورة رقم 3 هي تقريبا احسن. ودي صورة بقى في اضاءة معتمة تماما تماما، هنلاقي صورة رقم 1 ورقم 2 مش حلو خالص، رقم 3 كرتونية جدا بصراحة، بس اقدر اقول احسنهم، بس هي كرتونية يعني، هي برضو مش عجباني. يعني انا شايف ان ولا موبايل في التلات موبايلات دول تقدر تعتمد عليهم بابليكيشن الكاميرا العادي في التصوير السيلفي في الاضاءات الضعيفة قوي قوي قوي. خلصنا بقى الصور، جه الوقت اللي اقول لكم كل موبايل هو مين. بص يا سيدي، الموبايل رقم 1 هو الريدمي نوت 9 برو، الموبايل رقم 2 هو البوكو اكس 3 ان اف سي، الموبايل رقم 3 هو ريلمي 7 النسخة المصرية اللي الكاميرا بتاعتها 48 ميجا بكسل وب 65 واط سرعة شحن. قولي في الكومنتات ايه رأيك، شايف مين الموبايل اللي كان احسن كده طول المقارنة في الكاميرا الخلفية في الكاميرا الامامية. عايز بس اقولك حاجة، ان احنا البوكو اكس 3 ان اف سي لسه تحت الاختبار، وانتوا عارفين دايما ان احنا مع موبايلات شاومي بنحب ننزل جوجل كاميرا ونجرب الكاميرا بتاعتهم على جوجل كاميرا، لانها بتطلع اداء مختلف خالص. وما فعلا جربنا لقينا ان مثلا السيلفي اللي انا حسيت انها مش حلوة في البوكو اكس 3 ان اف سي في الاضاءة الضعيفة لقيتها كويسة جدا مع جوجل كاميرا، ويا سلام لو خدنا تاتش كده بسيط علينا الهايلايتس والشادوز لقيت الصورة بقت احسن واحسن واحسن، يعني فعلا الصورة تقدر تعتمد عليها بس من جوه الكاميرا. واسيب لكم لينك جوه الكاميرا ده في الكومنتات تحت. لسه في فقرة تانية في الفيديو ده، وهي تصوير الفيديوهات. بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالبوكو اكس 3 ان اف سي والريلمي 7، الموبايلين بيصوروا على 4K 30 فريم، ودي الجودة اللي انا بصور عليها دلوقتي. وهتاخد بالك ان الريلمي الصورة بتتهز والبوكو الصورة ثابتة، وده راجع لان البوكو فون هنا في ثبات الكتروني على الجودة ال 4K 30 فريم، ودي حاجة كويسة جدا جدا ان احنا نشوفها في موبايل فئة 4000 جنيه. عموما هتشوف مع بعض مين الموبايل اللي بيصور فيديو احسن، بطلع تفاصيل اكتر، الصوت بتاعه احسن كده كده. انا شايف قدامي الشاومي في مايك اضافي لعزل الدوشة، انما ريلمي ما فيهوش. هنشوف جودة لقطة الصوت بقى فعلا احسن في انهي موبايل. وطبعا ريلمي 7 لو نزلت الجودة على 1080 هتلاقي الثبات الالكتروني شغال. بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالريدمي نوت 9 برو والبوكو اكس 3 ان اف سي،
فبرضو البوكو هتلاقوا فيه ثبات الكتروني، انما الريدمي نوت 9 برو ما فيهوش، لان انا دلوقتي بجرب جوده 4K 30 فريم. علشان الثبات يشتغل في الريدمي نوت 9 برو محتاج انزل الجوده ل 1080 بي. فعموما هنشوف مع بعض جوده الفيديوين دول، يعني كل واحد كده ايه يقول لنا رايه، شايف انهي موبايل احسن في تسجيل الفيديو وتسجيل الصوت. برضو الموبايلين كده كده انتوا عارفين فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه، شاومي دايما مش بتبخل علينا بالمايك الاضافي ده. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عايز تعرف رايي، فانا شايف ان الكاميرا بتاعت البوكو اكس 3 ان اف سي قادره تسد خصوصا الكاميرا الخلفيه سواء صور او تصوير فيديوهات مع الريلمي 7 ومع الريدمي نوت 9 برو، بل بالعكس ده كمان بتتفوق عليهم في بعض سيناريوهات التصوير. بالنسبه للسيلفي، فلو انت بتتكلم على كاميرا سيلفي ستوك من غير ما تحتاج جوه الكاميرا، فريلمي 7 يكسب من وجهه نظري يعني. انما لو هتعدل جوه الكاميرا فالريدمي نوت 9 برو او البوكو اكس 3 ان اف سي، الاثنين تقريبا نفس الاداء ونفس العيب بتاع الكاميرا السيلفي اللي مش هتديك اداء كويس في الاضاءات الضعيفه، وهتحتاج تحمل جوجل كاميرا وتشغله وتصور سيلفي بيه بالليل، وكمان هتحتاج ساعات ان انت هتعدل الصور اللي طالعه من جوجل كاميرا. وان شاء الله احاول ما اتاخرش عليكم في الريفيو الكامل بتاع البوكو اكس 3 ان اف سي ان شاء الله قريب جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عادش لايك في اول الفيديو، فياريت تعمل وتكتب كومنت وتقول لنا رايك في الثلاث كاميرات دول او الثلاث موبايلات دول، وتاكد انك عامل سبسكرايب في قناه موبيزل ومفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديده للموبايلات اول باول.